السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو كيفاش كيفية تقطيع فقاس بعد ما تيبات ليلة كاملة تيكون مغطى بشي حاجة. بسم الله نبداو بالهنايا. باش يجينا عرض باش يجينا عرض بهذا الشكل هكا. تيجينا بهذا الشكل. تجينا بهذا الشكل. نوريكم طريقة ثانية. كيف ما تشوفوا تيكون بهذه الطريقة تيجي بحال هكا. نتوما اختيار اللي بغيتو ترققوه الا بغيتو ديروه عرض. كيف ما قلت لكم ليلة كاملة تنبيتو تنشدو زفاز كشويه تنغطوه به وميكا تنغطوه به تيكون على هاد الشكل. تنبقاو غادي بالجنب هكذا. ما توركوش عليه بزاف باش ما يتفرطش. نجيب بحال هكا. باش يجينا تقطع بحال هاد الشكل ترتب هكذا. شوفي شوفي التحويل. أنا نعاود معاكم هاد الطريقة حتى
تتقطعوا بجنب هكذا. او غاز ما كتبش باش يجي عريض هكذا. شوفوا معايا يجي مقبب هذا الشكل. نقطعو مايل باش يجينا عريض بحال هكا. كيما تتشوفو معايا هذا هو الشكل النهائي ديال التقطع ديال الفقاس ديالنا كيف يجي. نتمنى يكون نال اعجابكم. شكرا.